مجزرة مروعة ترتكبها طائرات الاحتلال الروسي في محيط مدينة معرة مصرين باستهدافها تجمعا للنازحين. الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط 16 شهيدا جلهم من الأطفال والنساء في هذا المكان بعد استهداف بغارات مزدوجة من طائرات الاحتلال الروسي. الحصيلة مرشحة للزيادة، هناك يعني إصابات كثيرة بين صفوف المدنيين، من المحتمل كما ذكرنا ارتفاع الحصيلة إلى أكثر من ذلك. الصواريخ التي تم استهداف هذا المكان صواريخ شديدة الانفجار، أدت إلى تدمير المكان بشكل كامل. طائرات الاحتلال الروسي وطائرات ميليشيا أسد الطائفية ما زالت تقصف المناطق السكنية، إن كان في محيط مدينة إدلب أو في جبل الزاوية، وهنا الآن في محيط مدينة معرض مصرين. فجر اليوم تم استهداف تجمع للنازحين عبارة عن مجنة وعدة منازل غرب مدينة معرة مصرين شمال إدلب. الاستهداف كان بغارتين من الطيران الحربي الروسي بأربع صواريخ، أدت لمجزرة بحق المدنيين ودمار كبير. عملت فرق الدفاع المدني منذ الليل وحتى الصباح على انتشال جثامين القتلى بالإضافة إلى إسعاف المصابين. نزحت بسبب الحملة على الريف المعرة من حوالي 3 شهور. نزحنا لهوني على منطقة تعتبر نسبيا آمنة في الشمال السوري. كنا نايمين الساعة حوالي الساعة 2، طبعا 2 صباحا، ما نشوف إلا ضربة فوقنا. طبعا ما في غير أطفال ومدنيين فقط، لا يوجد أي مظهر عسكري هنا. هذا المكان اللي شايفه حاليا هو عباره عن مداجن فرغ صاحبه وعمل مأوى للنازحين الذين هربوا من العدوان الروسي الذي هجروا من بلدانهم او الى هذا المكان ظنا منه انه هو امن. ابى العدوان الروسي ان يلحقهم مكان هروبهم فقام بالقصفهم الساعه الثانيه ليلا باول غاره، وكان طائره الاستطلاع موجوده قبل الغاره، فلبى الدفاع المدني وفرق الاسعاف لانقاذ المصابين، لكن بعد بخمس دقائق رجع غاره ثانيه ليكمل على من كان موجود في هذا المكان.